الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عظمة بالنسبة لي. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. مريوش الارض بكم ترجف والرياح بكم تعصف والسماء تمطر عليكم نار الغشاء. جدي يا مولانا ابوس رجلك انا في عرضك. طيب عاد لجلال الله والذنب صغير والرب كبير. ايه انت بتخدعني يا سعد يا ابن عنات وربنا ما حصل. ما تحلمش كده يا بهيم. انت مش محكمه ارضيه. مين اللي ذنبه في رقبتك يا سعد؟ مين اللي راح هتروح بسببك ظلم يا غبي؟ انجدني! سمعت كله هو يلعب اللي فيه! انجدني! كله يلعب اللي فيه! بسببك يا غبي! ازاي تخليني احطك في وسط روح سفليه وانت عامل عامله مهببه زي دي؟ انت يا سعد مين اللي ذنبه في رقبتك؟ مين اللي ذنبه في رقبتك؟ واحده اسمها شهد. شهدي سليمان. وحكايتها شهدي دي؟ متهمه في جنايه قتل. ده مين؟ راجل مزيكاتي كان ساكن عندي في العماره اسمه فؤاد عوني. وهي ما قتلتوش؟ لا. مال مين اللي قتله؟ ملعون. انت يا سعد انتك ما فيش وقت. مين اللي عملها يا ابني؟ ما تضيعش نفسك وتضيعني معاه. ملعون. انجدنا يا مولانا انجدنا. انا في عرضك. انا في عرضك. انا بريء من لعنته يا خدام الكنوز. بريء من لعنته. حكمكم نافذ وامركم مطاع. لا لا يا مولانا انا هتكلم. طيب عائد لجلال الله طالب غفران وان الله غفور رحيم. قتلته بايه يا ولدي؟ قول بسرعه. بسكينه يا مولانا. وديتها فين السكينه دي؟ رميتها في النيل يا مولانا. وهو كان اذيك في ايه الراجل ده عشان تقتله؟ كان عايز يطوب العرض يا مولانا. بتحكموني على ايه بس يا سيادنا؟ ده انا خلصت الناس من شر وعملت خير وسطرت على الولاي. ولاي؟ هو اتعدى على اهل بيتك؟ لا لكن عمل كتير مع البنية الغلبانة اللي استنجدت بي عشان اخلصها منه. اسمها ايه البنية دي؟ اسمها امنية صاحبة الانسة شاد. قوم يا لغموش يا مروش يا ابن المروش. الحمد لله على السلامة يا سعد. يا عير يا واطي يا ابن الجزمة. ده انت هتشوف ايام سودة. مش ممكن. مش ممكن. امنية. امنية. طب ليه؟ ليه؟ فرغ الشغل ده يا محمود. عايزه قدامي خلال نص ساعة. حاضر يا باشا. ما تستعجلش يا دكتور. كل حاجة هتظهر الليلة دي في التحقيق ان شاء الله. يا ترى بقى هتقبل مننا اي اعتذار على استخفافنا بتفكيرك الجهنمي؟ ها؟ لا اعتذار ايه يا طارق بيه؟ ده انا اللي مش عارف اشكر حضراتكم ازاي الحقيقه على وقفتكم معايا ومع بنتي. لا مش هي دي الحقيقه. حضرتك مش مشغول باي حاجه غير بمفاجاه امنيه اللي ظهرت من شويه. صح. انا بصراحه هتجنن. انا مش مصدق نفسي. لا صدق يا دكتور.
صدق اي حاجه ممكن تشوفها في الزمن ده. يا ريس هتديني امر القبض امتى؟ طب اقعد بس، انت متلهوج كده ليه؟ ما اقدرش اديهولك قبل ما افرغ التسجيلات واخد اعترافات سعد في التحقيق. شوف النبي الكلام يا باشا، والنبي ما تحبكها قوي كده، ما انت لسه شايف بعينيك وسامع بودانك. اديني امر القبض وبعدين سجله براحتك وقت ما تحب. مفيش فايده فيك يا عماد، ما تستريحش غير لما تخالف وتمشي شمال. ليه بس كده يا ريس؟ ده انا عايز اقفل لك القضيه واسلمها لك موزونه وماسكه نفسها عشان تحلها وانت مطمن على الاخر. يا باشا المعلومه سمعت في تشكيل المديريه كله، والصحافه لازقه لهم هناك ليل نهار. يعني البيت امنيه دي لو صحيت الصبح على خبر زي ده هتزوغ مننا في اي حته، وهنرجع نلف حوالين نفسنا تاني. هتاخد الفايل ده وتنزله على ايزي نيوز دلوقتي حالا، واستعمل الجهاز اللي في الديسك. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا انيسه عبيد. استاذ جلال موجود؟ ايوه موجود، ده بيسال عليكي من بدري. الانيسه عبيد يا فندم، اتفضلي. شكرا. يا ست عبير انت فين عصات النهار؟ انا اسفه جدا والله يا فندم. ازاي حضرتك؟ ازيك انت؟ امال ايه؟ والله يا استاذ جلال عمر ما قفلت تليفوني. هو والله يا استاذ عمرها ما حصلت، انا بس كان عندي ظروف عائليه سخيفه كده وما خدتش بالي خالص انه فاضي شحن. بس والله لو اعرف ان حضرتك هتكلمني كنت فضلت حاطاه قدامي كده طول النهار وبصه في الشاشه. طب بطل الرغي، بطل الرغي واقعدي اقعدي. اسمع بقى يا عبير. سامعة يا فندم، سامعة جدا. عندي ليك خبر مهم جدا. النائب العام النهارده الظهر قرر رفع حظر النشر عن قضية فؤاد عون. بجد يا فندم؟ بجد يا فندم. مش قادر أقول لك بقى كم المحررين اللي جوا لي يطلبوا مني تكليف وتغطية الموضوع، بس أنا عارف إنك تعبت في القضية دي، وأنا وعدتك إن تعبك فيها مش هيروح حاضر. ربنا يخليك يا فندم يا رب. بجد أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. أقول لك إيه يا عبير؟ أنا مش عاوز شكر ودعوات وكلام فاضي من ده. اسمع عم اقولك على حاجه مهمه جدا، انا مراهن عليك بيني وبين نفسي، وانا ان شاء الله هفاجئ حضرتك بشغل من نار. هو ده الكلام الجد. انا مش عاوزك بقى تروح تجيبي لي خبر ولا اتنين عن تطورات القضيه والكلام الفاضي ده، لا، انا الاخبار دي بيجيلي بالتليفون. انا عاوزك تركزي في التفاصيل الحراقه، سمعاني؟ التفاصيل الحراقه اللي تشعلل الصفحه تدي طعم الموضوع. شطه يا فندم، انا اكتر واحده تحس بالشطه والدعبس على مكانها في المطبخ كله. هتيجي بكره الصبح هتلاقي الشطه قدامك، لان رفع الحظر بيحصل غالبا مع ظهور مفاجآت جديده ومرعبه هتحسم القضيه. مش ممكن امنيه؟ طب ليه؟ وايه اللي بينها وبين فؤاد عوني ده عشان ممكن تفكر انها تعمل كده؟ يا حبيبتي مفيش حاجه ظهرت لحد دلوقتي. بصي كل الاسئله دي هيكون لها اجابات بس لما التحقيق مع سعد البواب ده يخلص. اهم حاجه انا مش عايزك دلوقتي انك تفكري في اي لا يا بابا لا، الراجل ده بيكذب، اكيد بيكذب. كل اللي هو بيعمله ده عشان ما يثبتوش ان هو عملها لوحده، الاول انا وبعدين امنيه. هو اللي بيعمل فينا كده؟ اقفل يا مصطفى دلوقتي، هكلمك تاني. وهو البواب ده يعرف امنيه دي منين عشان يرمي عليها تهمه زي دي يا هانم؟ انت اللي ما عندكيش ريحه التمييز في اختيار الناس اللي بتصاحبيهم وبتامنيهم على خصوصيات حياتك. يا مامي امنيه عمرها ما تعمل فيا كده، مستحيل. ليه مستحيل يا شاهد؟ اختك ولا قريبتك ولا عايشه معاك العمر كله؟ ده انت كل اللي بينك وبينها سنه ونص ما فيش غيرهم. هيصعب عليها انها تغدر بيكي في اي لحظه؟ دي تبيعك وتبيع ابوكي كمان. يا ولية اهمدي بقى وارحمي نفسك شوية. الله، البنت مصدومة في أعز أصحابها. صدقيني دايما ماشية ورا كلام أصحابك وبس، وديتينا في 60 داهية. خلاص يا ماما خلاص، أنا غبية ومتخلفة وأستاهل الحرق. ارتحتي؟ خلاص يا حبيبتي ما تضايقيش نفسك، ما تضايقيش نفسك. يمكن يكون البواب ده كذاب فعلا وبيقول اي كلام عشان يلاقي حد يشيل معاه القضيه. تعالي بقى اغسلي وشك كده وما تفكريش في اي حاجه دلوقتي لحد ما النيابه تخلص شغلها ونروح من هنا. اهم حاجه انك طلعتي منها على خير. اي حاجه بقى يا حبيبتي بعد كده لا تهمنا ولا تلزمنا. ايوه كده، حننها يا ملين الحجر. الله عليك، الله عليك يا عبقري زمانك، يا صائد الوحوش يا سولي. ايه الشغل الجامد ده؟
عفريتة انت واللون عفريتة. عجبتك؟ اوف كورس. اي خدمة. لو في عندك اي حد اتزنق في جناية، لبس في اشغال شقة، ارجوك اتصل بي على طول، انا افيلبل 24/7. كول ناو. لا بس بجد واو يا سولي، اول مرة في حياتك تعمل حاجة برا اوضة العمليات وتبهرني بيها. انا كان لازم اخد بالي من الموهبة الاجرامية دي عشان ازودها على السي في بتاعك. مين عالم، يمكن نحتاجها في يوم من الايام. يا شاهد